تعالوا بقى نروح لمباراة الأمس أمام البنك الأهلي والفوز بهدف نظيف أحرزه محمد شريف في الشوط الثاني من المباراة، وشفنا الفريق مختلف حبتين عن بداية الموسم، وافتقدنا سيمفونية الأداء والأهداف أمام الإسماعيلي. لكن زي ما كنت بقول لحضراتكم في مقدمة حلقة النهاردة، على كل حال الهدف الرئيسي والأساسي هو اقتناص الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري، وقد كان وده الأمر اللي اتحقق بالفعل. يعني نستعد بقى للقاء القمة أمام الزمالك إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي، وأكيد هيبقى لنا كلام كتير في فقرتنا الحوارية الثانية النهاردة عن فنيات لقاء الأمس وعما هو قادم في لقاء القمة. طبعا دايما لقاءات الأهلي والزمالك يعني بره أي حسابات.